الفطور؟ الحمد لله كويس. انا جبت لك النهارده بوجي والقطر وباز. انا شفت الحلقه كلها يا كركول لما انت كنت بتساعده وهو بيلونها. يلا. واو شكلها العاب جميله. النهارده انا جايب عربيه كركول جميلة جدا. دلوقتي يا كركور انا جبت لك لعبة ووجي. يلا بينا بقى عشان نفتح اللعبة ونشوف ايه اللي جواها وتشتغل ازاي. لعبة حلوة قوي. ووجي يا اصدقائي، انا لاحظت انها حاجة غريبة قوي فيه، ان ايده اكبر من وشه. طاقية حلوة يا اصدقائي، ده ايده ممكن ادخل فيها صورة صغيرة. يا اصدقائي احنا هنا بنشيل دي عشان نخلي البطارية. ندوس هنا بقى كده. واو ده بينور. اول ما ولعت دي النور ده ولع. لعبة جميلة. المفروض ان كان فيه حطيت قطر. استنى بس كده كويس. قطر مش هنستخدمه. نحط جي هنا. بس المفروض يا اصدقائي ان القطر يكون ماشي. القطر ده يكون ماشي وراه. ويقوم عاملين ايه؟ يقوم عاملين حادثة. يقوم عاملين حادثة. فوجي وهو في المقر بتاعه قاعد هو وباباص بيكلمه. اي فلقوا انه في مشكلة في مقرب العربية بتاعتهم. ووجي ركب هنا. السواق بتاعهم سايق. وهم الاثنين نزلوا. السواق مات. وهم الاثنين نزلوا. باظ عشان القطر قوي. واو ووجي انقذ المطار التاني. القطر التاني وبدأ يمشي القطر. يا اصدقائي بس اقول لكم في الزرط النهار. عارفين فيلم فايفان طباخ؟ الفار كان اسمه ايه؟ هي دي الفزورة بتاعت النهاردة. هتقول اسم الفار. الإجابة الصحيحة هنجيب اسم اللي قال الإجابة الصحيحة وهنحطها في الفيديو بتاع الإجابات. أنا مش عارف. وزع دي غلس. وقف الأرض. ليه يا باز؟ بقى موجي وقع وانقذه. قطر التاني بيزقه. حازم بقى انت بقى يا باظ اللي عمل كل المشكلة دي.
انا كده هضطر احطك في السجن. يلا. بقى كده برضو؟ ايوه انا مش باظ حقيقي، انا باظ مزيف وعاوز ادمر المدينه. فوق يا باظ، فوق يا باظ، فوق يا باظ، فوق يا باظ، فوق يا باظ. انا فايق كويس يا هودي، وانا عارف انا بعمل ايه. يعني ده الكلام عندك انت؟ لو ما فقتش دلوقتي انا اخدك، انا اجيب لك عربيه مخصوص واسجنك في السجن. اعمل اللي تقدر عليه. طيب تعالى بقى لما اجيلك في السجن وبعد كده برجع انقذك. يلا سيبني سيبني، انا كده شكلي هوديك المستشفى مش السجن. والله العظيم ما انت هارب. او لما تفوق بقى هبقى بطلعك. انا دلوقتي هروح انقذ الواد اللي هو دغدغه دي. سو يا اسطى ودينا عند الجريمة اللي عملها باص. انا كنت اعمل حاجه. طيب يا اودي الحمد لله اول قطر شغلته. وقبل ما اصلح القطر دلوقتي يا اصدقائي هفكركم بالفزوره. اسم الشخصيه الكرتونيه اللي في الفار طباخ، اللي هو شخصية الفار كان اسمها ايه؟ والإجابة وأول إجابة صح هتنزل، هناخدها وهنختار 5 إجابات صحيحة وهنقول اسم اللي قال الإجابات دي في حلقة الأجوبة. كركور، إيه رأيك في اللعبة يا كركور؟ لعبة حلوة أوي. كركور تعال نطلع باظ من السجن. تمام. فقت يا باظ؟ ايوه فقت. يا ليه انا اقوى منك؟ كتفو انا عندي ليزر. اصدقائي كده الحلقه تكون انتهت. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بننزله. وسلام.